قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية الاختصار، قال: فصل. كنا قبل ذلك تكلمنا على الفصل لغة واصطلاحا، وقلنا بأن الفصل هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لذلك جملة من العلم مشتمل على فروع ومسائل غالبا. هذا الفصل الذي يتكلم فيه الإمام أبو شجاع يتكلم فيه على مبطلات الصلاة، والمبطلات جمع مبطل، والمبطل اسم فاعل، مبطل من أبطلة الرباعي، والصلاة مبطلة، فهذه الأشياء مبطلة يعني مفسدة، لأننا معاشر الشافعية نقول بأن البطلان والفساد مترادفان، البطلان والفساد مترادفان، فالصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، والفساد والبطلان عدم موافقة ذي الوجهين للشرع. ونقول بأنه هناك شروط وهناك أركان، هذه الشروط وهذه الأركان متى لم تتحقق فإن العبادة كأنها لم تكن. هنا يتكلم على مبطلات الصلاة، ولا بد أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن هذا الشيء إن عرض بعد انعقاد الصلاة كان مبطلا، وإن كان موجودا مع تكبيرة الإحرام فالصلاة لم تنعقد. لابد أن نفرق بين هذه الأشياء، إذا وجدت بعد الانعقاد فإنها تبطل، وإذا كانت موجودة مع تكبيرة الإحرام تمنع من انعقاد الصلاة. يعني مثلا على سبيل المثال، شخص كان متوضئا فأحدث ثم كبر تكبيرة الإحرام ناويا بذلك أن يدخل في الصلاة، سواء كانت صلاة سنة أو صلاة فرض، هذه الصلاة لم تنعقد. لماذا؟ لأن المانع موجود، المانع من انعقادها هو أنه محدث، والحدث كما ستعلمون بعد قليل مبطل، لكنه إذا كان بعد انعقاد الصلاة. أما إذا كان قبل انعقادها موجود واستمر إلى تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد، فإذا ورد على صلاة أبطلها، وإذا كان موجودا مع ابتدائها منع انعقادها. كلام دقيق. وهنا ذكر أن مبطلات الصلاة 10 أشياء، وفي بعض النسخ ذكر أنها 11، والخلاف يعني لفظي في طريقة العد. فالأكل والشرب، الأكل والشرب، الأكل والشرب عدهما على نسخة 10 واحدة، وعدهما على نسخة 11 مبطلين. فنقول ابتداء: فصل. والذي يبطل الصلاة 11، 11 كما قلنا على نسخة، وعشرة على نسخة. والذي يبطل، يبطل هنا تقرأ كما قرأتها أنا بضم أولها وكسر ثالثها، يبطل من أبطل، الذي هو رباعي. طب فين فعلها؟ الأحد عشر. والذي يبطل الصلاة 11، ولكن 11 مبنية على فتح الجزئين من أول 11 لغاية 19، و12 مبنية وفي لغة فيها أخرى، فأحد عشر هي فاعل يبطله،
يبطل 11 الصلاة. يعني 11 مجموعة تبطل الصلاة ولا أحد هذه 11؟ لا، واحدة منها كافية بالإبطال. ها، فهمنا كده؟ طيب الحمد لله. طيب هو قال والذي يبطل الصلاة، أي صلاة هذه؟ قالوا الصلاة يعني سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو صلاة جنازة أو سجود سهو أو سجود شكر. يبقى الصلاة وما حمل على الصلاة، والذي حمل على الصلاة سجود السهو وسجود سجود التلاوة وسجود الشكر. أول هذه المبطلات الكلام عمدا، ويقصد بالكلام هنا كل كلام صلح لخطاب الآدميين، كل خطاب صلح لأن يخاطب به الآدمي، فخرج الخطاب الذي بينك وبين الله في الصلاة فلا يبطل الصلاة، لأن الصلاة مبنية على أن تذكر الله وأن تعبده، فمجعولة من أجل أن تخاطبه إما بالقال وإما بالحال. فخطابك القالي خطاب لفظي، وخطابك الفعلي هو أن تكون في عبادة الله ركوعا وسجودا وقياما. خطابك الفعلي أن يقصد قلبك الواحد الأحد، فخطاب الله سبحانه وتعالى هو المقصود بالصلاة. وأما خطاب الآدميين يعني كل ما كان فيه كلام موجه للآدمي للتفاهم معه فإنه يبطل الصلاة. وفي خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفصيل في المطولات، فكل كلام صالح، صالح يعني إيه؟ يعني من شأنه أن يكون مخاطبا به للآدمي فهو مفسد ومبطل للصلاة. ثم ذكر علماؤنا أن ضابط الكلام المبطل أقله حرف مفهم، يعني أن يتفوه المصلي بحرف مفهم، كأن يقول قي، قي أصلها من الوقاية، قلت لها قفي قالت قاف، يعني وقفت، فقي من الوقاية، حتى ولو لم يقصد أنه يتكلم بحرف مفهم، لكن هو من شأنه أن يكون حرفا مفهما، فلو نطق بحرف مفهم بطلت صلاته، لأن الحرف المفهم جعل هذا الكلام من جنس كلام الآدميين. وفي الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فالحرف المفهم يبطل الصلاة. قي يعني اللهم قنا من الوقاية، وعي لو قال كده في الصلاة الله أكبر عي بطلت صلاته، لأن عي مأخوذة من الوعي حرف مفهم، وفي بكسر الفاء في من الوفاء، فلو نطق في الصلاة بحرف مفهم بطلت صلاته، أو ينطق بحرفين سواء كان
مفهمين أو لم يكونا مفهمين. يبقى النطق بحرفين سواء كان مفهمين أو غير مفهمين يبطل الصلاة. وانت بتصلي عمدا قاصدا قلت عد هذا افتح اجلس بطلت، تكلمت بحرفين فأكثر، وسواء أفهم أو لم يفهم. طش ده حرف غير مفهم، كلمتين غير يعني حرفين غير مفهمين، يبقى تبطل بهما الصلاة. طب افرض ان هو هب انه تكلم بحروف مد و تبطل الصلاة. ده حرف واحد يا مولانا. لا، لان حرف المد يقوم مقام حرفين، في عي شي هب أنه تنحنح. إذا تنحنح بطلت الصلاة، لأنه قد خرج من فمه حرفين. وإحم دي مش صوت غفل، في فرق ما بين صوت غفل يعني لا يعني حروف معه، وما بين صوت معه حروف. الحيوانات تمتلك أصوات ولكن لا تمتلك حروف، بيسموه حرف أو صوت غفل، مش حرف، بيسموه صوت إيه؟ غفل. غفل يعني صوت محض صوت ليس معه أي حرف من الحروف. فالتنحنح يبطل الصلاة إلا إذا توقفت قراءة الركن على التنحنح فله أن يتنحنح، لأن مش عارف يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة من أجل مثلا عنده مشكلة في حلقه، فتوقفت قراءة الفاتحة على التنحنح، يتنحنح وهو معذور لأن الركن لا بد منه، فتلبس بهذا من أجل أن الركن متوقف عليه. طب هب إن هو تنحنح من أجل مثلا قراءة السورة، هل له أن يتنحنح من أجل قراءة السورة؟ لأنه زوره عنده مشكلة في حلقه ولا يستطيع أن يقرأ السورة إلا إذا تنحنح. فيها خلاف في المذهب، والمعتمد والمفتى به في المذهب أنه لا يتنحنح، لأننا عندي مبطل وعندي سنة، فقد تعارض المبطل مع السنة، أقدم مراعاة المبطل. ليه؟ لأن مراعاته تؤدي إلى صحة الصلاة، وترك السورة لا تتوقف عليه الصلاة، فالسورة هيئة لو تركها لما بطلت صلاته. طب هب إن هو من أجل تكبيرة الانتقال، هو إمام، ومن أجل تكبيرة الانتقال يحتاج إلى التنحنح، فهل له أن يتنحنح؟ فيها خلاف، والأصح والمفتى به عندنا أنه أيضا لا يتنحنح، سواء وصل الصوت إلى المأمومين لم يصل الصوت، ولأنها سنة ولأنها هيئة، فكيف أتنحنح وأتكلم بحرفين يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة من أجل أن أحافظ على هيئة ومن أجل أن أحافظ على سنة؟ طيب هب إن هو ضحك ضحك في الصلاة، قالوا إذا كان مع الضحك صوت اشتمل على حرفين
أو حرف مفهم بطلت صلاته. وإن ضحك ولم يشتمل على صوت فلا بأس. وقد تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. أو إن هو ظهر حرف غير مفهم لا بأس، صلاته صحيح. طب بكى، سمع آية من آيات الآخرة وتأمل فيها وتذكر فيها فبكى بكاء شديدا ظهر منه صوت اشتمل على حرفين، بطلت صلاته لأنه كلام. وهذه لأن المسألة معنا نص، إحنا الشافعية عندنا سقف، وسقفنا النص. النص قال إيه؟ إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الآدميين. ولأن الحرف المفهم، ولأن الحرفين سواء كان مفهم أو غير مفهم من جنس كلام الآدميين، فلدينا سقف. ومن هنا تعلم جهل يعني الذين يستجلبون البكاء الذي له صوت في الصلاة ويفضل يعيط وهو لا يدري ان بكاء المصاحب لصوت ده مبطل للصلاة، وتحس كأنه وهو مش مغلوب. في فرق ما بين المغلوب وفي فرق ما بين الذي يستطيع ان يسيطر على نفسه. المغلوب دي قضية تانية، لان شخص ممكن يعني يغلبه البكاء، ويغلبه البكاء بمعنى أنه هو لا يستطيع أن يصد هذا البكاء الشديد المصاحب صوت، فده قضية. ولكن الشخص لا يستطيع أن يسيطر على نفسه ولكنه تركها واستحسن بكاءها بصوت، ابكي. ولكن حاول أن أنت تسيطر على إمكانيات وملكات صوتك. طب والأنين، يعني لا قدر الله عنده مغص هكذا، أيضا إن ظهر معه حرف مفهم أو ظهر معه حرفان فإن الصلاة تبطل. طيب هذه أشياء مهمة نبهنا عليها لأهميتها. طيب نكمل برضه. طب هب أنه خرج منه صوت غفل. صوت غفل يعني ايه؟ ايه صوت الغفل يا مشايخ؟ يعني صوت محض، زي ما اخونا كده بيقول صوت خالص لا حرف معه كده، ده صوته معهوش حرف. ده ايضا نفرق فيه بين أن يكون معه حرفان أو حرف مفهم. لكن في صورة مهمة، هب أنه كان صوتا غفلا ولم يظهر معه إلا حرف غير مفهم، وفعله المصلي لاعبا بيلعب. هو أنت بتلعب في الصلاة؟ بطلت صلاته لأنه قاصد اللعب. العبادة خشوع يا أولاد، العبادة خضوع، العبادة حضور قلب مع الله، العبادة لها أهدافها ومقاصدها. من أول مقاصد الصلاة الخشوع الخضوع في ركوع وسجود، وهذا ضد مقصد الصلاة. طيب قال ويشترط في بطلان الصلاة بالكلام أن يكون عالما بالتحريم، أن يكون عالما بالتحريم، وألا يكون ذلك من قبيل سبق اللسان. سبق اللسان يعني لسانه تحرك بحرف بدون أن يقصد أن يتكلم به أو أن يحرك لسانه. قالوا الكلام الكثير
نبدأ بالكلام القليل. الكلام القليل عرفا، لا يضر في صورة عدم العلم بالتحريم. يعني هب إن هو لسه أعجمي مثلا، يعني ده ليه يعني تذكر الأعاجم؟ لأن دول أكتر ناس بيخشوا الإسلام. أعجمي ولا يعلم أحكام الصلاة، فتكلم بالصلاة جاهلا أن الكلام في الصلاة يبطلها، وتكلم كلاما قليلا في العرف، وعد ذلك بمقدار 6 كلمات كما ورد في الحديث. قالوا يعذر هذا بجهله، ولكن بشرط أن يكون قريب عهد بالإسلام، لسه داخل الإسلام جديد، أو داخل الإسلام من فترة ولكنه يجلس في مكان بعيد عن العلماء، ما عندوش حد يسأله ماذا يصنع، فقد يعني. وانظر إلى أهمية العالم في المكان، إلى أهمية الفقيه، لأنه هو الذي يصحح عبادات الناس. طيب الكلام الكثير، يبقى الكلام القليل مع الجهل بالتحريم وقرب العهد بالإسلام أو البعد عن الهيئة العلمية التي تعلم، هذا يكون معذورا ولا تبطل صلاته بالكلام القليل. قالوا الكلام الكثير في الصلاة عرفا يضر، سواء كان عامدا أو إن كان ساهيا. قال وضابط الكلام الكثير ما كان أكثر من 6 كلمات عرفا، لأن الكلام الكثير الصلاة يا أخوانا لها منظومة، لها صورة، لها هيئة، هذه الهيئة من ضمنها الموالاة. الكلام الكثير يقطع موالاة الصلاة، والموالاة شرط من شروطها. يعني يقول لك منين قلت ان الصلاة تقطع بأكثر من 6 كلمات؟ لأنها عارضت الموالاة، لأنها قطعت الموالاة، والموالاة في الصلاة ركن من الأركان، لأنه عندما تكلم بكلام الآدميين كلاما كثيرا ده خرج من الصلاة، فقطع نظمها وأذهب موالاتها، وقطع نظمها وإذهاب موالاتها يبطلها. طيب هب إن هو جاهل بطلان الصلاة بالتنحنح، كما إن هناك ناس كثيرين يجهلون أن التنحنح يبطل الصلاة. أقول لكم حتى من المشتغلين بالعلم لا يعلمون هذه الأشياء التي كانت يعني من المشهورات قديما، الآن صارت من دقائق العلوم، وهذا من الكوارث الكبار، أن الذي كان قديما من مشهورات العلوم ومن مظاهرها التي يعرفها المبتدئون الآن أصبح لا يعرفها إلا المتخصصون، ومتخصص المتخصصون كمان. فلو جهل أن التنحنح يبطل الصلاة عذر في القليل منه لا في الكثير. قال لك لا والله ده أنا كنت بتنحنح في الصلاة ولكن مش كتير، ده كان بسيطة مرة ولا مرتين كده في كل ركعة. قال له خلاص أنت معذور، لأن هذا مما يخفى عليك، ده مما يخفى على علماء الزمان، مش هيخفى على يعني عوام الدهر. هب أنه من الأسئلة اللطيفة، يعني هب أنه علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا، هل يكون ذلك عذرا؟ قالوا لا، لأنك ما دمت علمت أنه حرام كان ينبغي عليك أن تمتنع عنه، فأنت متعدي، والمتعدي لا يناسبه العفو، لأنه معناه أنه معذور. يعني إيه؟ يعني معفو عنه. طب ما أنت متعدي، والمتعدي لا يناسبه أن يعفى عنه وأن يكون معذورا.
لو تكلم ناسيا للصلاة، لا الصورة اللي معانا لو تكلم ناسيا لتحريم الكلام، وهو بيصلي كده جاله تليفون ونسي خالص ان الكلام في الصلاة محرم، فرد على التليفون قالوا انا بصلي، لا انا مش بصلي بقى، ما انا بصلي، السلام عليكم، قفل التليفون. ايه ده؟ ده الكلام حرام، بطلت صلاته. لا ده بس ناسي ان هو الكلام حرام وماله، لكنه في صلاة، والصلاة هيئتها تذكر بنفسها، كما لو نسي أنه على ثوبه نجاسة فصلى، الله أكبر، وبعدما انتهى من صلاته تذكر أنه كان حاملا صغيرته المبتلى من النجاسة. لا هذه صلاة باطلة، بس أنا كنت ناسي، والنسيان يرفع عنك الإثم ولكن لا يؤدي إلى صحة الصلاة. طيب هب أنه يعني قرأ في الصلاة بالقراءة الشاذة، والقراءة الشاذة هي القراءة بما عدا القراءات العشر، فما الحكم؟ قالوا إن كان القراءة التي قرأها تغير المعنى تبطل الصلاة، وإن لم تغير المعنى فلا تبطل الصلاة. في سورة فاطر على سبيل المثال، يزيد في الخلق ما يشاء، في قراءة شاذة يزيد في الحلق ما يشاء، هب أنه قرأ يزيد في الحلق ما يشاء ولم يقرأ يزيد في الخلق ما يشاء، هل تبطل؟ إيه رأيك؟ الحلق ده، الحلق ده يعني يزيد في الحلق يعني يعطي أناس صوت حسن ويعطي أناس صوت صعب مثلي، أنا صوتي صعب شوية جش، وأنتم أصواتكم فيكم أصوات جميلة، فإن غير طيب يزيد في الحلق ما يشاء، هذه لا تغير المعنى لأنها فرد من أفراد يزيد في الخلق. إزاي؟ كيف هذا؟ ما بيقول يزيد في الحلق، الحلق ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ طيب إذا زاد فيه بحسن الصوت فقد زاد في الخلق أم لا؟ طيب يبقى هو فرد من أفراد القراءة المتواتر فلا تغير المعنى، يزيد في الخلق ومن ضمنها الحلق، هذا يعطيه صوت حسن، هذا يعطيه صوت قوي، هذا يعطيه صوت كذا، لكنها إن غيرت المعنى رحلت بالمعنى إلى معنى آخر فحينئذ تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنها خرجت بالقرآن عن مراد القراءات المتواترة. لكن يزيد في الخلق والحلق، ده الحلق ده فرد من أفراد الخلق، فالقراءة به لا تكر على القراءة المتواترة بالبطلان. طيب كلام جميل، كلام جميل، كلام لطيف. طب هاب إن هو قال لك طبعا يعني إحنا عندنا زيارة منيفة لبابا الفاتيكان، فأنا علشان من أجل يعني التلاحم ما بين البشرية والإنسانية أنا هقرأ في صلاة المغرب بالتراوي الإنجيل. حاجة لذيذة، بس إحنا شعب مصر نحب الفكاهة، فقال أنا من أجل وحدة الوطن ومن أجل التلاحم مع الأديان ومن أجل سماحة الإسلام أنا هعلن إن أنا هصلي المغرب بالتوراة والإنجيل. أفتونا مأجورين غير مأزورين، تبطل الصلاة ولا لا؟ تبطل الصلاة، وهذا لا علاقة له بحوار الأديان ولا بالسلام، دي أحكام شرعية.
واخد بالك؟ فهو قرأ بالتوراة، قرأ بالإنجيل، قرأ الأحاديث القدسية باطلت، قرأ أحاديث سيدنا النبي باطلت، لأنه هذا من جنس كلام الآدميين. طيب انتهينا من هذا، نتكلم على المبطل الثاني وهو العمل الكثير اللي هو رقم 2. وقالوا بالعمل الكثير العمل المتوالي، وسنذكر في الشرح في أثناء الفوائد الشلتوتية على متن غاية الاختصار ضابطها التوالي كثلاث خطوات. وعندنا في فرق ما بين الخطوة والخطوة. الخطوة بالضم المسافة بين القدمين، الخطوة اللي هي حركة القدم، خطوة خطوة. خطوة اسم للمسافة ما بين القدمين، خطوة اسم لنقل القدم من مكان إلى مكان، كثلاث خطوات. يقول لك العمل الكثير أخرج العمل القليل سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، فإنه لا يبطل الصلاة. ما لم يكن بقصد اللعب، فإن كان بقصد اللعب ولو حركة واحدة بطلت الصلاة، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها اللعب، إنما هي مبنية على الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. يبقى العمل الكثير المتوالي، متوالي بمعنى أن يكون متصلا عرفا، بحيث إذا نظر أهل العرف إلى هذه الحركات وإلى هذه الأعمال عدوها عملا واحدا، بحيث لا ينقطع الأول عن الثاني ولا الثاني عن الثالث، كلها متواصلة متتالية. فإذا أتى بعمل كثير في العرف وضبط بثلاث خطوات فإن الصلاة حينئذ تكون باطلة. وهذا العمل الكثير لا فرق فيه بين العمد وبين السهو، فعل ذلك عمدا بطلت، فعل ذلك سهوا بطلت. طيب أما الفعل القليل الذي هو في مقابلة العمل الكثير فلا تبطل به الصلاة. والقليل قلنا ما لم يصل إلى ثلاث حركات متواليات. نبدأ في فوائدنا. المراد به الكثير عرفا وهو ثلاث حركات ولو بأعضاء متعددة، حرك إيديه ونقل رجليه وحرك رأسه، أعضاء منفصلة متعددة، وكانت الحركات الثلاث متصلة بطلت. طب ما حكم تحريك اليد؟ ذهب باليد هكذا ورجع بها هكذا. قالوا الذهاب بها والعود بها فورا حركة واحدة. يبقى ذهاب اليد وعودها بدون سكون بينهما تعد حركة واحدة كما قال أصحابنا. رفع القدم، أدي قدمها على الأرض، رفعتها ثم وضعتها مرة ثانية تعد حركة واحدة. نقلها إلى مكان وإعادتها إلى مكان آخر حركتين. الوثبة الفاحشة، نط، عارفين النط؟ وثبة، وثبة
يعني نطة من مكان إلى مكان، نطة واحدة. هذه نطة، ولذلك قالوا عنها بأنها فاحشة تقوم مقام ثلاث حركات. عارفين انتوا في الأولمبيات العالمية الناس لما بتنط هكذا، هذه نطة واحد، يجري 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 وينط من هنا إلى هناك. هب أنه فعلها في الصلاة بنطة واحدة، أدي نطة واحدة فاحشة تبطل بها الصلاة. هب أنه حرك كل بدنه أو معظم بدنه حركة واحدة، أيضا هذه حركة فاحشة شنيعة تبطل بها الصلاة. لكن هناك حركات تقوم مقام ثلاث أفعال، هناك حركة واحدة قائمة مقام ثلاث حركات. هب أنه حرك يده هكذا بدون أن يحرك كفه حركة بسيطة وهو جالس كده، أهو حرك إيده ولكن إيده ثابتة، حرك أصابعه ولكن يده كفه ثابت، هذه حركة خفيفة. والحركة الخفيفة لا تنافي الخشوع، فهي بالقليلة أشبه. هب أنه تردد في فعل، هل هو فعل كثير أو فعل قليل؟ قالوا الأصل عدم الفعل الكثير والصلاة صحيحة. طيب احنا هنا اللي فات قلنا الكلام عمدا كثير او قليل بحرف واحد مفهم او بحرفين يبطل، بخلاف يعني السهو. فرقنا في الفعل هنا، فرقنا بين السهو وبين العمد، قلنا بأنه لو فعل حركتين متعمدا فإن صلاته لا تبطل بخلاف الكلام، كلمة واحدة كلمة واحدة بطلت. قالوا مصل الفعل، والإنسان بيصلي لا يحترز من الفعل لكن يستطيع أن يحترز من الكلام، يملك نفسه في الكلام ولا يستطيع أن يملك نفسه في الحركة. قال والحدث سواء كان الحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، إذا طرأ على الصلاة أبطلها وأفسدها. وإذا كان كائنا مع تكبيرة الإحرام منع من انعقادها. فإذا أحدث وهو يصلي حدثا أصغر، أخرج ريحا، أخرج نقطة بول، مس ذكره، زوجته تمر بجواره وضع يده عليها على رأسها بدون حائل، باطلت صلاته. أو كان يصلي فحدث منه حدث أكبر. طيب ده متصور عقلا، والكلام هنا على التصور العقلي. وحتى وإن استعظمت الوجود إلا أنه ممكن، وما دام ممكن لابد أن نتكلم عليه وأن نتناوله بالبحث. ومحل بطلان الصلاة بالحدث حيث كان قبل التسليمة الأولى، يبقى مع التسليمة الأولى وقبل التسليمة الأولى طرأ عليه الحدث بطلت صلاته سواء كان عمدا أو سهوا. طب كان بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية، خرج من الصلاة وعلى ذلك فصلاته صحيحة، غير أنه يحرم عليه أن يأتي بالتكبيرة بالتسليمة الثانية. ومن الحدث كما قال علماؤنا نوم غير ممكن مقعده من الأرض. هب إن هو في الصلاة وهو يعني
جالس متورك والاليا الاليا مرتفع عن الارض قليلا نام باطلت صلاته، لان النوم بهذه الطريقه ناقض للوضوء. طيب هب انه يعني فاقد الطهورين واحدث في صلاته، هل تبطل صلاته ام لا؟ المعتمد ان صلاته تبطل، لان صلاته مع فقدان الطهورين صلاة شرعية، يبطلها ما يبطل سائر الصلوات. وقال علماؤنا يسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف، يعني يعمل إيه؟ يعمل كده ويأخذ بأنفه ويمسك على أنفه هكذا ويمشي حتى يوهم أنه رعف سترا على نفسه. الناس بقى تقول له أنت أحدثت في الصلاة أنت متساهل، وبعد كده ممكن أن هم يعني يكتبوه على الفيسبوك لقد خرج فلان الفلاني من الصلاة، لقد أحدث وهو فيها أنه يلعب، انه كذا وكذا وكذا، هتبقى فضيحه. واحنا في زمان الناس ما بتسكتش ويحبون ان يشهروا بعضهم ببعض يا مولانا، فيعمل ايه؟ ياخد بايده كده رعف، يعني نزل الدم من انفه. طب يا مشايخ في بعد كده ايه؟ حدوث النجاسه، جميل، يلا على حدوث النجاسة. قال وحدوث النجاسة يعني حصول النجاسة على بدن الإنسان أو ثوبه ولم يستطع أن يدفعها فورا، كما يأتي تفصيله في الفوائد. وحدوث النجاسة، وكلمة حدوث النجاسة أراد بها أن يقول بأن الكلام بعد الصلاة فالصلاة تبطل، أما إذا كانت النجاسة موجودة مع تكبيرة الإحرام إنها لا تبطل ولكنها تمنع الانعقاد، ولكنه إنما يتكلم على المبطلات، فيفهم من هذا أنها الصلاة انعقدت ثم حدث المبطل. يبقى تقول ايه؟ تقول كلامه في الحدوث او تعبيره بالحدوث من اجل موافقته للبطلان، لان البطلان يفهم ان الصلاة كانت صحيحة ثم بطلت، يبقى الا ابطلها حدوث مفسد. قال وبطلان وحدوث النجاسة، ونحن قد تكلمنا قبل ذلك على النجاسة، كل نجاسة؟ لا، لكن حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها. فإذا حدثت النجاسة غير المعفو عنها أبطلت الصلاة. طب والمعفو عنها إذا حدثت لا تبطل الصلاة، لأن معنى العفو يعني إيه؟ ارتفاع النقض بها، ارتفاع وجوب إزالتها فورا، جواز انعقاد الصلاة مع وجودها. قال ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة، هب إنه هو صلى نجاسة يابسة مش رطبة، يابسة يعني ايه؟ يعني ناشفة جامدة، إذا وقعت على المكان لا تلوثه، لأن مش كل نجاسة تقتضي التنجيس. إذا وقعت نجاسة جافة جامدة على ثوبك فنحيتها لم تنجس محلك،
جميل. وكذلك إذا وقعت نجاسة رطبة فيعني أزلتها فورا بما وقعت عليه. جميل. يعني الطاقية اهي اهي اللي حصل ايه؟ ان هي وقعت عليها نجاسة رطبة، رحت موقعها بسرعة كده بس بغير ان ارفعها، لان انا لو رفعتها يبقى مسكت النجاسة، يبقى حملت النجاسة، وحمل النجاسة يبطل الصلاة. ولو دفعتها بقلم، رفعتها بقلم، يبقى انا حملت النجاسة. يبقى اهم حاجة ان انا لا اعد حاملا للنجاسة، اهي كده اهو رحت رميها كده فورا، ما حملتش النجاسة اهو عالشال. فالحمد لله استطعت اني انا اقذف الشال بعيدا عني، في منديل قذفته بعيد عني، ما انا حملتوش قذفته. طيب فهمنا؟ يبقى يابسة ليست بايه؟ ليست بقيد، بل مثلها النجاسة الرطبة إذا استطعت أن أتخلص منها فورا بدون حمل أو ممسك. كلام جميل. قال فنفض ثوبه حالا، يعني إيه؟ يعني أزال الثوب من عليه الذي وقعت عليه النجاسة فورا، لبس طاقية فأزالها فورا لم تبطل صلاته، لأن هذا يسير ولم يقطع يعني نظم الصلاة ولم يقطع موالاتها. قال حدوث النجاسة مبطل للصلاة لو عرض فيها، أما إذا كان موجودا عند تكبيرة الإحرام فده يتسمى إيه؟ مانع من الإنعقاد. سأظل أكرر معكم حتى تستقيم لنا الأمور. لو وقع على نجاسه على بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة ومثلها ومثلها المائعة التي دفع النجاسة التي وقعت عليه فورا قبل أن يمضي أقل الطمأنينة في الصلاة، فإن مضى أقل الطمأنينة في الصلاة ثم بعد ذلك دفع عن نفسه النجاسة بطلت صلاته. مثل نفض الثوب كده اهو، أنا نفضته يعني عملته كده اهو، نفضته عملته كده، قذفته من على رأسي، طيب كده هيحصل لها حاجة. إلقاؤه بها يعني ألقى الثوب مع النجاسة بدون أن يحملها، بدون أن يحمل الثوب. طب لو نحاها بيده، شالها كده، نحاها عملها كده، بطلت صلاته لأنه لامس النجاسة. طب شالها بالطاقية ورماها حامل للنجاسة باطلت صلاته. يا سلام، ايه ده، انتوا شافعية متشددين. لو نحاها بعود كده اهو، وقعت فنحاها بعود، باطلت صلاته على المعتمد، لانه يعتبر وهو بيعمل كده حامل لها بسبب العود كده اهو، يبقى حملها كده اهو، يبقى حملها بالعود، وحمل النجاسة يؤدي إلى بطلان الصلاة. يحرم إلقاء النجاسة في المسجد. افرض أنه واقف في المسجد، جميل، ووقعت النجاسة فورا فنحاها، حرم عليه ذلك وبطلت صلاته إذا نحاها. طب هب أنه يعني ألقاها الطائية، ألقاها من رأسه بدون أن ينحيها وبدون أن يلامسها ووقعت في المسجد، حرم عليه ذلك، لأن إيقاع النجاسة في المسجد حرام، المسجد له كرامة. طب يعمل إيه؟ قال والله بقى يقطع صلاته ويرميها خارج المسجد إذا
كان في صلاة وهو في المسجد فإنه حينئذ يقطع الصلاة ويذهب يقذف النجاسة وينحيها خارج المسجد ثم بعد ذلك يعود إلى الصلاة. هذا إذا كان الوقت فيه اتساع، لو كان وقت الفريضة فيه اتساع يكفي إن أنا أخرج برا المسجد، خارج المسجد أضع النجاسة في مكانها ثم بعد ذلك أدخل المسجد وبعد ذلك أصلي. طب أبقى أن الوقت ضيق ولا يسع هذا، قال له نحيها حتى وإن وقعت في المسجد ثم بعد ذلك يجب عليك، يجب عليك أن تغسل مكانها وما وقعت عليه. وده في مدرك لطيف جدا، إن دفع أخف المفسدتين، لأنه دفع أعظم المفسدتين بأخفهما. إخراج الصلاة عن وقتها، ده أنا لو ذهبت إلى دورة المية كي يعني أنحي النجاسة وأذهب وأصلي الوقت هيخرج. طب ده إخراج الوقت عن إيقاع الصلاة فيه كبيرة وأعظم من حرمة يعني تنجيس المسجد، فأيهما أدفع؟ ادفع الأعظم بالأقل. ونحن قد تعلمنا أن ارتكاب أخف المفسدتين واجب، فده في ارتكاب أخف الايه المفسدتين، لأن عندما أذهب إلى المسجد وأنحي النجاسة من عن رأسي ثم أذهب وأحاول أن أستأنف الصلاة، الصلاة هيخرج وقتها، مش لن أدرك أني أنا أصلي الركعتين أو الأربعة أو الثلاثة داخل الوقت. طيب افعل هذا ولا حرج. ثم قال بعد ذلك وانكشاف العورة، والعورة هي ما يسيء، وقد بينا قبل ذلك عورة المرأة في الصلاة وقلنا كل بدنها عورة عدا الوجه والكفين، فلو انكشف شيء من ذلك فإن صلاة المرأة تبطل. وأما الرجل عورته ما بين السرة والركبة فلو انكشف شيء من ذلك بطلت صلاته، ما لم يكن يعني هذا بفعل الريح ثم يعني رد هذا الكشف فورا، يعني ثم ستر نفسه فورا. وسواء انكشفت العورة بكمالها وتمامها أو انكشف بعضا منها. وانكشاف العورة، لفظ انكشاف يفيد أن المسألة لا تحتاج إلى فعل فاعل، ما هو انكشاف حتى ولو انكشفت من الريح، حتى لو انكشفت من نفسها، لكن كشف تحتاج إلى فعل فاعل. فلو قال كشف العورة هيلزم حينئذ أنها لو انكشفت بغير فعل كالريح وهكذا لا تبطل، لكنه عبر بعبارة دقيقة جدا انكشافها، يعني سواء كانت بفعل أو بغير فعل فإن الصلاة حينئذ تبطل. ولو كشفها صاحبها عمدا ثم غطها في الحال أو سترها في الحال بطلت صلاته، لأنه مقصر، كشف عورته ثم سترها فورا بطلت صلاته. هب أنه كشفها سهوا ثم سترها فورا لم تبطل صلاته لأنه معذور. طب لو لم يسترها فورا وظلت بقدر فوق الطمأنينة باطلت صلاته. لو كشف الريح عورته باطلت صلاته لو لم يسترها فورا. طب الفورية ديت مقيدة بإيه؟ مقيدة بأقل الطمأنينة، سترها قبل مضي أقل الطمأنينة صلاته صحيح.
سترها بعد مضي فوق الطمأنين قدر الطمأنينة باطلت صلاته. طيب ثم قال بعد ذلك، لا في لسه اللي بعدها ايه بقى؟ اللي بعدها تغيير النية، تغيير اللي هي مشايخ، تغيير النية، نيتكم زي الفل ان شاء الله. تغيير النية هو هنا يعني بعض الناس لما جه شرح المتن بعض العلماء حمل تغيير النية على محمل ضيق، وهو انه ينوي الخروج من الصلاة. قال تغيير النية انه ينوي الخروج من الصلاة، يبقى بيقول الله اكبر ونوى بقلبه ان يخرج من الصلاة بطلت صلاته، ولكن ده مفهوم ضيق. او تردد في الخروج منها، يا ترى اخرج من الصلاة او ما اخرجش من الصلاة بطلت صلاته. يبقى تغيير النية هتلاقي حتى هنا الشارح ابن قاسم قال كأن ينوي الخروج من الصلاة، لكن تغيير النية له معنى أوسع. قالوا بأن يقلب صلاته إلى صلاة أخرى. يعني أنا بصلي دلوقتي صلاة المغرب، فنويت وأنا أصلي صلاة المغرب بعد ما يعني كبرت تكبيرة الإحرام صليت ركعة، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية بدأت إني أنا ده أنا علي العصر لسه ما صليتوش، أقوم ناوي بقلبي إن الصلاة اللي أنا بصليها دي تبقى صلاة العصر، يبقى أنا عملت إيه؟ غيرت النية. هو ده اللي يصدق عليه مفهوم تغيير النية. والآخر يعني يصدق ولكن هذا أقرب في الفهم يعني. ولذلك قالوا لو قلب صلاته من صلاة إلى صلاة أخرى باطلت صلاته حيث كان عامدا. ليه؟ لأن ده ينافي النية. النية معناها الجزم، معناها القطع بالعمل. تغييرك وقلبك من نية إلى نية ده في نوع من اهتزاز النية، في تردد في النية. ولو قلبت، افرض إن هو بيصلي فرض ووجد جماعة وأراد أن يصلي معها وقلب نيته من يعني 4 ركعات صلاة العشاء إلى نفل مطلق، هل يجوز أم لا؟ قالوا يجوز ولكن بشروط. أولا أن يدرك جماعة مشروعة، خلي بالك أن يدرك جماعة مشروعة وهو منفرد، يبقى شرطه أن يدرك جماعة وأن تكون هذه الجماعة جماعة مشروعة وأن يكون هو منفرد. ففي هذه الحالة يجوز له أن يقلب نيته من فرض إلى نفل تحصيلا لفضيلة الجماعة. أراد أن يقتنس ويحصل على 27 درجة أو 25 درجة كما ورد في الحديث، قالوا يجوز من أجل هذا. يبقى لابد أن تكون جماعة. طب لو أنا بصلي الظهر وعايز أقلبها نفل من أجل أني أنا أصلي الصبح ثم بعد ذلك أصلي اللي علي ثم بعد ذلك أصلي الظهر، قالوا لا، لأن لم تتوافر فيها الشروط المعتبرة اللي هي أن يدرك بها جماعة وأن تكون هذه الجماعة مشروعة. ويندب له القلب إذا كان الوقت واسعا. لسه هنذكر على الجماعة المشروعة فيها كده نقطة لذيذة هنقولها إن شاء الله لطيفة يعني. ويندب له القلب إذا كان الوقت واسعا، يعني وسع اني انا اقلبها نفل اصلي النفل المطلق ده، ولا بد ان يكون نفلا مطلقا. يعني اذا قلبت انا الفرض الى نفل يشترط ان يكون نفلا مطلقا وليس نفلا معينا.
نفل مطلق. يبقى إذا كان هناك وقت واسع بمعنى أنه يسع أن أصلي هذه النافلة المطلقة وبعد ذلك أصلي الفرض في جماعة، جاز لي أن أفعل هذا. أما إذا كان الوقت ضيقا ولم أدرك الصلاة، لو أنا حولتها إلى نفل وصليت مع الجماعة لن ندرك إيقاع الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا، فحينئذ لا أقلبها. طب لو أنا قلبتها إلى نفل، ما أنا كنت عايز أصلي بقى أنا في فرض وأقلبها إلى نفل كي أدرك جماعة مشروعة، لكنني لن أقلبها إلى نفل مطلق، هقلبها إلى نفل معين. قالوا لا ولا تصح. طب لو كانت الجماعة غير مشروعة، يعني كان بيصلي الظهر فأراد إنه هو يحول صلاة الظهر بالنية إلى نفل مطلق من أجل أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، قالوا هذا لا تقلبها، لأن الجماعة مش هيحصل لك فيها الثواب الذي تبتغيه، فلماذا تقلب الفرض إلى نفل؟ وقالوا أيضا ينبغي أن يكون إمام الصلاة الذي أقلب الفرض فيه إلى نفل إمام الصلاة الأخرى، إمام الجماعة، لا يكره الاقتداء به. يعني صليت صلاة العصر وأنا بصلي صلاة العصر انعقدت بجواري جماعة فأريد أن أحولها إلى نفل، لكن طلع إمام الجماعة وهابي، ده كلام في الفقه، طلع إمام الجماعة وهابي، لا ما تقلبش فرضك إلى نفل، لأن الاقتداء خلف الوهابي وإن كانت صلاته جائزة إلا أن الاقتداء به مكروه، يبقى ما تقلبهاش، بل يكره، لو قلبتها يكره أن أنت تقلبها. طب لو نوى الخروج من الصلاة، خلاص قلنا أنه هو تبطل الصلاة أو علق الخروج على فعل شيء وهذا الشيء لم يوجد في الصلاة، قال لما يأتي الضيف أبقى أخرج من الصلاة أفتح له الباب، الله أكبر، ونوى بقلبي هذا، ثم بعد ذلك، طب لا، هو لو كان بالنية دي لا تنعقد، لكن هب أن هذه النية طرأت عليه في الصلاة أنه إذا أتى أخونا فلان الفلاني يدق علي الباب سأخرج من الصلاة حتى ولو كان مجيئه بعد ذلك، بطلت صلاته. ليه؟ قالوا لأن كل ده هو متلاعب، والنية لابد فيها من الجزم، وإذا دخل فيها وهو متردد أو معلق فإن تردده أو تعليقه يؤدي إلى منافاة النية، النية قطع وجزم، والتردد والتعليق ينافي القطع والجزم. طب هب أنه نوى الخروج من الصوم، صايم صيام رمضان أو غيره نفل يعني، ونوى أن يخرج من صيامه بالنية لا يخرج، بل لابد أن يقترف فعلا يؤدي إلى بطلان الصيام، يشرب يأكل. طب نوى وهو معتكف أن يخرج من الاعتكاف، ما حكم الخروج من الاعتكاف؟ بالنية فقط لا يخرج، بل لابد من فعل ينافي الاعتكاف، أما الصلاة بالنية يخرج. إيه الفرق؟ قالوا الفرق إن الصلاة أضيق بابا، الصلاة ضيقة بدليل إنه ما ينفعش فيها ثلاث حركات، والصيام ينفع فيه مليون حركة، الحج ينفع فيه مليار حركة، الاعتكاف خش وتنطط جوه المسجد مفيش مشكلة. طيب بعد ذلك فيها مشايخ في استدبار القبلة، لأن احنا قلنا إن القبلة استقبالها شرط من شروط الصلاة، فاستدبارها
بأن يجعل القبلة خلف ظهره ويصلي، وليس الاستدبار بشرط، يعني ليس قيدا، مش شرط، ليس قيدا. أمال إيه؟ قالوا الذي يبطل هو أن يحول صدره عن جهة القبلة، إما إلى يمنة أو إما إلى يسرة أو إما إلى أن تجعل القبلة في ظهرك وهكذا. فالذي يؤدي إلى البطلان وينافي الصلاة هو أن تنحرف عن القبلة بصدرك. هب أن إنسانا حرفه، أخونا تقي بيصلي، وجه أخونا إسماعيل صديقه وراح حوله وهو يمزح معه في الصلاة عن القبلة، بطلت صلاته حتى وإن كان مكرها، لأن هذا نادر، والنادر يلحق بالكثير الغالب. حتى وإن عاد أخونا تقي عن قرب، بعدما حرف أخونا إسماعيل عاد فورا قبل أن يمضي أقل قدر من الطمأنينة، أيضا بطلت، لأن هذا عذر نادر، والنادر يلحق بالكثير الغالب. هب أنه انحرف عنها إلى يمنة أو يسرة بصدره لا بوجهه، انحرف عنها بصدره لا بوجهه ناسيا وعاد عن قرب، يعني قبل مضي قدر الطمأنينة. قالوا فإنها حينئذ لا تبطل لأنه معذور، والجهل والنسيان كثير. وقالوا أيضا يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة، لما ذكر في الحديث من أن الاختلاس عبارة من أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ابن آدم. هب أنه التفت إلى حاجة، التفت كده لأن في عيل صغير يعني هي يدخل يده في الكهرباء، قال لا بأس لأنه معذور، والمعذور لا شيء عليه أولاد. قال والأكل، والأكل والشرب بضم الهمزة وضم الشين، أكل شرب، لأن الأكل والشرب غير الأكل والشرب. الأكل والشرب اللي هي نفس المأكول، أكل شرب شربا اللي هو المصدر، سواء كان المأكول والمشروب كثيرا فإنه يبطل الصلاة، يعني الطعام في فمه طعام كثير وجرى في حلقه بطلت صلاته بهذا الطعام، ما هو في بطلان بالفعل وفي بطلان بكثرة المطعوم وكثرة المشروب، يعني الذات هذه تبطل الصلاة، والفعل إن كان ثلاث حركات يبطل الصلاة. ولذلك هنا ملفت جيد، كثيرا كان المأكول والمشروب اللي هو ايه، اللي هو الطعام الذي وقع عليه الأكل والسائل الذي وقع عليه الشرب، أو قليلا، أي كذلك إذا كان المأكول قليلا أو كان المأكول كثيرا فإنه يبطل الصلاة لمنافاته للصلاة، صلاة خشوع، صلاة خضوع لا يصلح فيها الأكل والشرب، بتأكل وتشرب في الصلاة. يا أخي ده أنت لو وقفت أمام ملك من ملوك هذه الدنيا الفانية به، الفانية بهم وبغيرهم، لن تضع في فمك طعاما احتراما للملك، فما بالك بملك الملوك، ما بالك بالله سبحانه وتعالى. فالطعام في حضرته وفي حضرة مناجاته هذا ينافي الأدب مع الله، هذا ينافي الخشوع، هذا ينافي الخضوع، هذا ينافي مقصود العبادة. إلا أن يكون الشخص في هذه الحالة جاهلا تحريم الطعام، ما يعرفش إن الأكل، الأكل والشرب يؤدي إلى بطلان الصلاة. يبقى الأكل والشرب، الأكل والشرب
بضم الهمزة والشين بمعنى المأكول والمشروب سواء كان كثيرا أو قليلا. يبقى العين نفسها التي توضع في الفم وتجري في الحلق، هذه العين تبطل الصلاة. أما الأكل والشرب بمعنى الفعلين فهو مبطل للصلاة لكن لكونه فعلا، فيشترط فيه أن يحرك فكه ثلاثة حركات متوالية، بس كده حرك فكه ثلاث حركات متوالية بالأكل والشرب بطلت صلاته. أما لو كانت الحركة قليلة، حرك فكه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات ولكن غير متتاليات، لا تبطل الصلاة بذلك. ولا فرق في الكثير هنا، أي كثير المأكول والمشروب، بين الجاهل والناس وغيرهما، فتبطل الصلاة به مطلقا بخلاف الصوم. لا، الصوم عندنا في فرق ما بين من أكل ناسيا ومن شرب ناسيا وبين من فعل ذلك متعبدا. ليه؟ قالوا الفرق لأن الصلاة يعني لها هيئة مذكرة بها، لها هيئة إيجابية، والصوم دي هيئة سلبية لا يذكر به شيء، ده منع عن الطعام ومنع عن الشراب وكف النفس، والكف أصلا غير مرئي، بخلاف الصلاة لها صفة مذكرة بها. طيب لسه، لو اختلط ريقه بأجنبي ولو سكرة بفمه ذابت، ريقه وجوه فمه شوية عصير قصب، سكرة كانت في فمه فاختلطت بريقه فذابت فابتلعها بطلت صلاته. ليه؟ قالوا لأنك لو فعلت هذا وأنت صائم بطل صومك، فإذا فعلت ذلك وأنت تصلي بطلت صلاتك، إذ القاعدة أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا. لو أكل ناسيا أو جاهلا فإن كان قليلا لم يضر، وإن كان كثيرا بطلت صلاته. ده بالنسبة بقى للفعل، في فرق ما بين الفعل، تحريك الفك إن كان كثير يبطل، إن كان قليل لا يبطل. طب الطعام؟ لا، قليل الطعام أو كثير الطعام مبطل للصلاة. لو أكره على الأكل، قال له لو لم تأكل سأحرمك من دخول الامتحان، وهو قادر على الوفاء بوعده. إن شاء الله كلكم تدخلوا الامتحانات ويعني تجتهدون وتتفوقون في امتحاناتكم، وهو قادر، خلاص بقى يفعل ما أكره عليه، لكن صلاته تبطل لأن الإكراه فيها نادر، والقليل النادر يلحق بالكثير الغالب لو عدم الإكراه. ويشترط في الجاهل المعذور أن يكون قريب عهد بالإسلام أو أن يكون بعيدا عن الهيئة العلمية التي يرجع إليها عند سؤاله. ثم قال بعد ذلك والقهقهة، ومنهم من يعبر عنها ب، منهم من يقول بدل القهقهة الضحك. طب ما هو بالفعل الضحك ما ينفعش يبقى يعني مبطل مستقل، لأنه هيبطل من أجل أنه كلام، لو ظهر منه حرف مفهم أو ظهر منه حرفان وسواء كان يعني مفهمين أو غير مفهمين بطلت به الصلاة، فهو يعني ملحق بمسألة الكلام. فعد هنا لكنه عده من أجل أن هذا الكتاب مجعول للمبتدئين. والقهقهة كما عرفها علماؤنا ضحك مع صوت، بيضحك صورة الضحك هي التي نعرفها ولكن لها صوت مرتفع.
والمراد بها هنا مطلق الضحك، القهقهة التي تبطل الصلاة عندنا مطلق الضحك. ولكن محل البطلان مقيد بما إذا ظهر حرف أو ظهر حرف مفهم أو ظهر حرفان سواء كان مفهمين أو غير مفهمين. هب أن الضحك غلبه، مش قادر يمسك نفسه، مش قادر يتحكم في ذاته، ها 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 هكذا، لم تبطل صلاته لأنه مغلوب. مغلوب يعني مش بإرادته، يعني في إكراه، ولكن إكراه رباني على هذا. إلا إن كثر، إلا إن كان كثيرا عرفا فإنه يبطل الصلاة. وقالوا هنا أيضا لا تبطل الصلاة بالتبسم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبسم في الصلاة. ولذلك عندنا المصريين يقول لك النبي تبسم صلى الله عليه وآله وسلم. والردة، والردة كما قالوا هي قطع الإسلام بقول أو فعل، وزاد المحققون أو عزم. نعوذ بالله، قطع الإسلام يعني إيه؟ يعني قطع استمرار الإسلام بقول، كأن يقول إن الله ثالث ثلاثة وهو مسلم وقالها خلاص، أو فعل كأن يسجد لصنم، والثالث كأن يعزم على الكفر غدا، نعوذ بالله العظيم. فكل هذه الأشياء لو فعلها وهو في الصلاة بطلت الصلاة. وإزاي يسجد لصنم وهو في الصلاة؟ يعني قدامه عمود، هب إن هو قصد وهو بيسجد للصلاة أن يسجد للصلاة وأن يسجد لهذا العمود، بطلت صلاته. أو أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، ما هو ده متضمن لآية قرآنية، لكنه معتقدا لصدق هذه الجملة إن الله ثالث ثلاثة، بطلت صلاته. أو أن ينوي بقلبه أنه يكفر غدا، بطلت صلاته. فالردة كما قال علماؤنا مبطلة للصلاة مطلقا، حتى ولو كانت ردة صادرة من طفل، لأن الطفل بيرتد. لا، هو الردة حقيقة وردة حكما صورية، يعني مش حكما، ردة صورية. يعني ردة صورية يعني أتى بصورة الردة، وإن لم نحكم عليه بأحكام الردة، اسمها الردة صورة، لكنه نظرا لأن عبارته مسلوبة للطفل يعني، ونظرا لأنه لا تجري عليه الأحكام لا يؤاخذ على ردته، ولكن صلاته تبطل تفريقا للأحكام. انتهينا من يعني مبطلات الصلاة. طب احنا هنقرأ بس يعني الفصل ده، ابن قاسم العبادي كان بيقول ان هو اراد به ضبط العبادة، واراد به ان هو يعني يحفز الناس على الاقبال عليها والاهتمام بها وهكذا. فهذا الباب من اجل يعني ايه، من اجل الاهتمام به، معقود من اجل الاهتمام به، اللي هو في عدد ركعات الصلاة وركعات الفرائض، وفي بعض النسخ وعدد ركعات الفرائض، هذه نسخة وهذه نسخة، أي هذا الفصل يشتمل على عدد ركعات الصلاة وما يجب فيها عند العجز، يعني لو عجز الإنسان عن القيام ماذا يصنع، ولو عجز عن الجلوس ماذا يصنع، يعني كيفية صلاة العاجز. فهو في الأصل مجعول لأمرين، لعدد الركعات ولصلاة العاجز. قال بعد ذلك وركعات الفرائض، الفرائض هنا يقصد بها الفرائض الخمس كما قيد بذلك المحققون، قال وركعات الفرائض أي الفرائض الخمس، حتى يخرج يعني الصلاة المنذورة، وحتى يخرج النوافل، فإنه لا يريد أن يعد أركانها عدا تفصيليا.
وركعات الفرائض، يعني وعدد ركعات الفرائض. هو بيتكلم عن ركعات الفرائض ولا عدد ركعات الفرائض؟ لا، عدد ركعات الفرائض، لأنه قال 17. اللي 17 العدد ولا الركعات؟ لا، عدد. هو عايز يقول عدد ركعات الفرائض العدد ده 17. في كل يوم وليلة، يتكلم على عدد ركعات الفرائض في كل يوم وليلة فيما عدا صلاة الحضر، يعني في صلاة الحضر أخرج بذلك صلاة يعني السفر، إلا في يوم الجمعة. في يوم الجمعة بتبقى 15 مثل هذا اليوم، هذا اليوم المنصرم يعني، يبقى 15. ليه؟ لأن عندنا الصبح 2 والجمعة 2 أدي 4 والعصر 4 يبقى أدي 8 والمغرب 3 أدي 11 و4 العشاء يبقوا 15. فهمنا كده؟ يبقى دول كام؟ 15. لكن 17 فيما عدا يوم الجمعة، وأما يوم الجمعة فتبقى 15 ركعة. طب والحضر؟ لأن في السفر هتبقى 2 في 5 هتبقى 10، لأن الصبح 2، لا مش 10، والظهر 2 أدي 4، والعصر 2 أدي كام؟ أدي 6، والمغرب 3 أدي 9، والعشاء 2 أدي 11. يبقى في الحضر بتبقى 11 ركعة. وفيها 34 سجدة، فيها 34 سجدة. ليه؟ لأن أنا بقول 17، كل ركعة فيها كم سجدة؟ فيها 2، 2 في 17 ب 34، وأربع ركعات السفر، وأربع وتسعون تكبيرة، وفيها كمان 94 تكبيرة. 94 تكبيرة، لأن عندك تكبيرة الإحرام لوحدها أدي 17، وتكبيرة الركوع أدي واحدة، وتكبيرة الإحرام أدي واحدة، تكبيرة الركوع أدي كام؟ 2، وتكبيرة الهوية للسجود أدي كام؟ 3، وتكبيرة القيام من السجود أدي 4، وتكبيرة يعني السجود الثاني أدي 5، وتكبيرة القيام أدي 6. اضرب بقى واحسب مع نفسك بالآلة الحاسبة، يعني كلام مهم برضك. ولكن يعني لم أرى هذا الباب في أي كتاب مطلقا إلا في الكتاب ده. وتسع تشهدات وعشر تسليمات، لأن هما خمسة، خمسة في اتنين بكام؟ بعشرة. وتسع تشهدات ليه؟ لأن الصبح فيها واحدة، والظهر والعصر والعشاء والمغرب 2، فأربعة بتمانية، تمانية وواحد يبقى كام؟ يبقى تسعة، تسعة في الخير إن شاء الله. ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة، ده بناء على أقل الكمال، لأن أنت عندك ستة في كل ركعة، ستة في 17 بكام؟ تديك 103. ثواني، 6 في 17، احنا قلنا كل ركعة فيها كام؟ فيها 6، و6 كمان معاك في الركوع. لا، ما الركوع ب3، وسجود ادي 3، يبقى كام؟ 6، 6 وركوع 3 يبقوا كام؟ 9، 9 في الركعة، 9 في كام؟ 9 في 17، 9 في 10 ب90، والتسعة في 7 بكام؟ 63، تديني 153، يبقى 153 تسبيح. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، لان احنا خلي بالك ان احنا بنعد على ان هم 13،
ايه ده؟ بس لو قلنا 13 13 في 17 ازاي 17؟ ما هو مش كل ركعة فيها 17، مش كل ركعة فيها 13. طيب ليه؟ لان في مثلا الصبح الركعة الاولى فيها 12 والركعة الثانية فيها 13، يبقى 25. ليه؟ لان السلام بيبقى في الركعة الثانية، يبقى هي 12، 12 ركن في الركعة الاولى و13 في الثانية بإضافة السلام، بزيادة السلام، يبقوا كام؟ يبقوا 25. ولذلك هيقول لك الصبح 25. دي مسألة حسابية، يعني مش عايزة حد يكون درس فقه. في الصبح 30 ركعة ركنا، ده كمان غير اللي احنا مش 25، لا هو في إضافات أخرى اهو. قال لك في الصبح 30 ركنا، هتلاقي هنا اقرأ كده 30 عندك. الشيخ البجوري قال ايه؟ ذكر في الثلاثية ديت 30 ركنا، ها احنا قلنا 12 زائد 13 يبقى 15، 25. جاب الخمسة منين بقى؟ اي ففي الصبح 30 ركنا كما قال المصنف، لأن الركعتين فيهما 24 ركنا، صح، فيما عدا السلام، تضم إليها الستة التي لا تكرر مع إسقاط الترتيب، فإذا عددته كان في الصبح 31 ركنا. طيب جت منين بقى؟ لأن الركعتين فيهم 24، صح، تضم إليها الستة التي لا تكرر. طب نطلع فوق كده، قال فيها كام بقى؟ عشان هو جملة الأركان في الصلاة المفروضة، لكن قال المصنف إنها اعتبرت الرباعية وإن جعله ركنا واحدا في الأركان للاتحاد الجنسي. قال جملة الأركان في الصلاة أي المفروضة وهي الخمس، لكن المصنف إنما اعتبر الرباعية من حيث هي، وجعل السجود ركنين لاختلاف محله، ماشي، وإنما جعله ركنا واحدا في فصل الأركان لاتحاد جنسه، وأسقط هنا الترتيب لكونه ليس فعلا محسوسا، وأسقط أيضا، شبه الحاجات اللي هو أسقطها، نية الخروج، لأن كونها ركنا ضعيف كما مر، فلا يستقيم كلامه إلا بذلك، ولو اعتبر كل الرباعيات لعدها 234 أو 239 ركنا بعد الترتيب في كل صلاة، 126 ركنا، أي لأن في كل ركعة 12 ركنا. انتبه، القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، طمأنينة، الاعتدال، الطمأنينة في السجود الأول، الطمأنينة في الجلوس في السجدتين، والطمأنينة فيه، والجلوس الثاني والطمأنينة فيه، فهذه تتكرر في كل ركعة اللي هم كام؟ 12 دول، ويزاد عليها ستة أركان لا تكرر. بص انتبه، النية ما بتتكررش، يعني عندك في الركعة الثانية ما فيش نية، الركعة الثانية مفيش تكبيرة إحرام، والجلوس الأخير لا يكرر، يبقى دي الستة التي لا تكرر. والتشهد فيه لا يكرر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرر، والتسليمة الأولى لا تكرر. ففي كل ركعة 12، والركعة الثانية فيها 12 يبقى 24، حط معاهم الستة التي لا تكرر يبقى 30. وعلى هذا ففي الصبح 30 ركنا كما قال المصنف، لأن الركعتين فيهما 24 ركنا. فهمناها كده.
وتضم إليها الستة التي لا تكرر، يبقى 30 مع إسقاط الترتيب. فإذا عددته، لو أضفت إليهم الترتيب يبقى 31. وفي المغرب 42 ركنا كما قال المصنف. ليه؟ قال لأن الثلاث ركعات فيها 36 ركن، 12 اللي هو يبقى 12 قراءة الفاتحة، القيام، الركوع، الطمأنينة فيه، الاعتدال والطمأنينة فيه، السجود الأول والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، الجلوس الثاني والطمأنينة فيه، أدي 12. 12 لما تضربهم في 3، ما ال 12 دول بيكرروا، صح كده؟ ال 12 المكررين دول ب 36، 12 و 12 24 و 12 كمان 36. يضم اليها الستة التي لا تكرر، اللي هي ايه عشان نبقى حافظين؟ تكبيرة التي لا تكرر، تكبيرة الإحرام، الجلوس الأخير، التشهد، الصلاة على سيدنا رسول الله، التسليمة الأولى. يبقى 36 و6 تديني 42. طب لو حطيت مع ال 42 الترتيب يبقى 43. يبقى المغرب يا اما 42 من غير الترتيب يا اما 43 مع الترتيب. وفي الصلاة الرباعية 54 ركنا. ليه؟ سهل، 54، لأنك أنت عندك كام؟ عندك في كل ركعة 12، 12 في 4 بكام؟ 48. ضف إليها الستة المكررة التي لا تكرر يبقى 48 و6 يبقى 44. طب لو حطينا كمان عليهم الترتيب يبقى 45. 55، ما هو 48 و6 54، انا فلت 54 ووضعنا معها الترتيب تبقى كام؟ 55. وقال بعد ذلك الى اخره. والشيخ الباجوري مش يعني لا يرضى على كلمه الى اخره، قال كان الاولى حذفه، كان الاولى حذفه لانه لا يظهر الا لو لم يستوفي كلام المصنف. وهو استوفى كلام المصنف، وما دام قلت ان انت استوفيت كلام المصنف ما تقولش بقى يعني الباقي واضح. قوله ظاهر غني عن الشرع غير مسلم. طيب لا، مش غني عن الشرح، ده احنا وقعنا فيها، ده محتاجه شرح اهو، والشيخ الباجوري فصلها، قال لك في اركان بتكرر واركان لا تكرر، وكل ركعه فيها 12 ركعه، كل ركعه فيها 12 ركن. يبقى الثنائية 24 ومع المكرر تديك كام؟ تديك 30، ومع الترتيب تديك 31. الثلاثية 36 ومع المكرر تديك كام؟ 42. ومع امسك، ومع الترتيب 43. الرباعية 54 لأن ال 12 الركعة الواحدة فيها 12 ركن، فأربعة بثمانية واربعين مع المكرر 54، لو عدنا الترتيب 55. بس كده خلصنا من الفصل الثاني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارض عنا برضاك، ومتعنا يا كريم بتقواك. اللهم إنا نسألك أن تيسر لكل إنسان مكروب معسر، وأن تفهمنا وأن تعلمنا وأن تفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. اللهم وفق كل من قام على هذا العمل المبارك، واجعل ذلك في ميزان حسناته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.